سامية من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. تتوجه طبعا أول طيارة اليوم بوينغ 747 من مطار في إمارة دبي، متوجهة لإغاثة منكوبي زلزال كاتماندو بنيبال، وهاي أول طيارة من الجسر الجوي اللي راح يتم تسييره لإغاثة المنكوبين. من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية صار في تعاون مع المؤسسات الدولية الأعضاء اللي موجودة، اللي راح تقوم أيضا بتوزيع المواد الإغاثية في الميدان لما توصل كاتماندو. بالنسبة للمؤسسات المشاركة، طبعا احنا عندنا أكثر من 15 منظمة مشاركة في الحملة هاي، واللي راح تبعث موادها الإغاثية من مقرها في دولة الإمارات لنيبال. ونذكر يعني عدد منهم مثل برنامج العالمي، الأمم المتحدة، المفوضية للاجئين أيضا، والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر. بالنسبة للجسر الجوي، طبعا راح تستمر الرحلات على مدى الأسبوع الجاي بمعيار طبعا 90 طن متري على كل طائرة، تحمل مواد تختلف من أمور مسكن أو أمور طبية أو أيضا أمور اتصالات عشان يجهزون البنية التحتية للاستقبال. وفي تواصل بين المدينة الإنسانية والمنظمات اللي موجودة في الميدان في كاتماندو علشان نسهل الإجراءات. للأسف في عدد من التحديات اللي المنظمات الدولية تواجهها، ولكن دور دولة الإمارات في الاستجابة كبير كما عهدناه دائما من قادتنا، وإن شاء الله بإذن الله راح نتغلب على هاي التحديات وتوصل أول طائرة بإذن الله لكاتماندو إن شاء الله في القريب العاجل. بالإضافة للجسر الجوي الإنساني اللي تم تسييره من دولة الإمارات، تبرع سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأكثر من 100,000 وجبة جاهزة من مشروع سلمى الأغذية الحلال، واللي راح يتم توزيعها أيضا وحملها من ضمن الجسر الجوي كشحنة من الشحنات.